والزغبة، ربما تكون الغيوم مصنوعة من زغب الهندباء. هذا رائع، شكرا ماي. العفو. مرحبا جميلة. أهلا. مما تتكون الغيوم في رأيك؟ حسنا، أظن أن الغيوم مصنوعة من شيء ناعم جدا مثل كرات القطن. من الممتع الجلوس على غيمة ناعمة من القطن. القطن؟ شكرا جميلة. عفوا. زيد زيد. مرحبا زيد. مرحبا. مرحبا زيد. أهلا. ربما تكون الغيوم مصنوعة من غزل البنات. سيكون هذا رائعا، يمكننا أكل الغيوم. نعم يمكننا ذلك، أحببت هذه الفكرة، شكرا جابر. العفو. وداعا. إليكم الآن نتيجة البحث. تظن مي أن الغيوم مصنوعة من زغب الهندباء. تظن جميلة أنها مصنوعة من كرات القطن. يتمنى جابر أن تكون مصنوعة من غزل البنات. أظن أنكم فكرتم مما تتكون الغيوم أيضاً. إذن كان معكم زيد المراسل الجوال وخبير الغيوم. يا أطفال هيا تعالوا. هذه معلمتي سوزي. نحن قادمون. حان وقت جلستنا، حان وقت السجادة، حان وقت جلستنا، جلستنا على السجادة. هيا معي أنسة سوزي. حان وقت جلستنا، حان وقت السجادة، جلستنا على السجادة. مرحبا يا أصدقاء، هذا حصاني. حسنا أيها الفارس، تعال إلى هنا واجلس مكانك. حسنا سيدتي. هيا يا حصان. تمهل تمهل هنا. الرعد، أنا أحب الرعد، ستمطر. هذا ما كنت أخشاه، الغيوم الماطرة. أنت محق يا زيد، يهطل المطر من الغيوم. معلمتي، لقد كنا نتساءل أنا وأصدقائي مما تتكون الغيوم، أتعرفين؟ هذا سؤال جيد. هل سبق لأحدكم أن طار بين الغيوم بواسطة الطائرة؟ أنا طرت، كنا كمن يطير من خلال زغب الهندباء. مهلا، أنا طرت من خلالها لكنني لم أرى الهندباء. مما تتكون الغيوم؟ حسناً يا علمائي، لنستكشف هذا معاً. حسناً، دعونا نلقي نظرة على صور بعض الغيوم. حسناً، هذه صورة لغيمة، أيمكنكم وصفها؟ إنها كبيرة وبيضاء. نعم ومنتفخة. نعم، وأحياناً نرى هذه الغيوم في الأيام المشمسة، لذا فهي غير ممطرة. صحيح، ولكنها قد تصبح غيمة ممطرة. ماذا؟ حقاً؟ يمكن ذلك؟ نعم، في الواقع تتكون الغيوم من قطرات ماء صغيرة جداً، نسميها بخار الماء. وعندما تتجمع قطرات بخار الماء معاً، تتشكل غيمة بيضاء ومنتفخة. ماذا؟ تتكون الغيوم من قطرات الماء فقط؟ هذا صحيح، لكن دعونا نرى ماذا سيحدث عندما يتجمع مزيد ومزيد من بخار الماء. أتعلمون ماذا سيحدث؟ ستصبح الغيوم أثقل وأثقل، وعندما يهطل هذا الماء من الغيوم، ماذا يسمى في رأيكم؟ المطر. أحسنتم، وهل تعلمون إلى ماذا يتحول المطر في البرد الشديد؟ برد. هذا صحيح، ونسميه هطول المطر والثلج والبرد. الهطول. لنذهب إلى النافذة ونراقب عمل الغيوم الممطرة. هيا. رائع، أصبحت الغيوم سوداء الآن. كانت والدتي محقة، إنها تمطر، لن نستطيع اللعب. لقد أردت اللعب في بيت الشجرة. لا تقلقا، هذه الأمطار تأتي وتذهب، ربما سيصبح الطقس مشمسا بعد الظهر. حقا؟ سيكون هذا رائعا. أتعلمون؟ هذا الحديث عن المطر جعلني أفكر في بحث عن المطر. حسنا أيها العلماء، تعلمون أين سنذهب؟ إلى المختبر العجيب. هذا صحيح، أحملوا دفاتركم وانطلقوا. المختبر العجيب. افحص اكتشف. أتعرفون ما هي أفضل وسيلة لاستكشاف المطر؟ إنها إجراء البحث خارجاً. سنخرج تحت المطر؟ نعم سنخرج. سنأخذ مظلاتنا ونخرج إلى الحديقة ونحاول التقاط ماء المطر في هذه الدلاء. رائع.
سنلاحظ أيضا ماذا يحدث عندما يهطل المطر على الأرض. يتشكل الطين وتتشكل البراك. صحيح يا جابر، هذا البحث سيكون كمطاردة فوق برك الماء الموحلة. مطاردة فوق برك الماء الموحلة، ربما يكون المطر شيئا ممتعا ومفيدا. نعم، المطر رائع. هناك العديد من الملاحظات في هذا البحث، لذا احملوا الدلاء واحضروا المظلات واخرجوا الى الحديقة. أيها العلماء، يمكنكم المحاولة أيضا. انظروا إلى السماء، ما هو لون الغيوم؟ الغيوم الرمادية الداكنة تسبب الأمطار الغزيرة، وها هو المطر. لنسجل بعض الملاحظات. أين يتجمع الماء على الأرض؟ كيف تشعرون بالمطر على جلدكم؟ ماذا يحدث عندما يهطل المطر على التراب؟ صحيح، تتشكل برك الوحل. هيا المسوا الوحل، كيف تشعرون؟ أهو بارد؟ أهو مبتل؟ هل هناك مخلوقات تخرج تحت الماء؟ نعم، وجدتم دودة. لنسجل ملاحظات أخرى. انظروا إلى قطرات المطر المتجمعة على هذه الورقة الطويلة. انظروا كيف تجمعت المياه عند أسفل المزلقة. لنستخدم الدلاء في جمع ماء المطر. يهطل المطر بهدوء، لذلك نحتاج إلى وقت طويل لنجمع المطر. لنقارن كمية ماء الأمطار التي جمعناها في الدلاء. هناك شيء آخر يمكنكم عمله بالدلاء تحت المطر، يمكنكم اللعب. حسناً أيها العلماء، دونوا بعض الرسوم في دفاتركم. فكروا في الملاحظات التي حصلتم عليها اليوم. يأتي المطر من الغيوم الرمادية ويشكل على الأرض البرك والوحل. يا له من بحث ممتع! حمتنا المظلات من المطر، والآن نحن بعيدون عن المطر. أتشوق لرؤية ملاحظاتكم. لنبدأ معك يا زيد. حسناً، هذا هو دلوي. عندما خرجت تحت المطر تركته في صندوق الرمل، وعندما رجعت وجدت كمية صغيرة من الماء في قاره، ثم وجدت هذه الورقة وعليها بعض الماء. تبدو وكأنها دلو صغير من الورق. ملاحظات رائعة يا زيد، يتجمع ماء المطر في أماكن كثيرة. حسناً جابر، لنرى دفترك. نعم، بالتأكيد رسمت صورة للسماء، وكان هناك العديد من الغيوم الداكنة الممطرة، ولكن بعد ذلك رأيت غيمة بيضاء منتفخة وحيدة أسميتها ناصعة. نعم، ناصعة. كانت تحوم مغتربة من الحديقة. أتعلمون؟ إذا وصلت الغيمة إلى هنا فأتوقع أن يتوقف المطر، لأنها ليست غيمة مطرية داكنة. جابر، هذا تفكير ممتاز. شكرا. رأيت غيمة بيضاء وتوقعت أن يتوقف المطر. نعم، أتمنى أن تكون محقا يا جابر، لأننا سنشهد المطر والشمس اليوم. ربما سيحدث هذا، دعوني أنظر في الخارج. انظروا، توقف المطر. يمكنكم اللعب في الخارج الآن ومن دون المظلات يا علمائي الصغار. هيا هيا العبوا. حان وقت اللعب المضحك. هاي زيد. أهلا جميلة. ما الذي يرتفع عندما يهطل المطر؟ لا أعرف. ماذا؟ المظلة. دق دق جابر، من هناك يا مي؟ الطقس. من الطقس؟ لا أعرف، ربما ممطر أو مشمس اليوم. أتمنى أن يكون مشمسا. وأنا أيضا. هاي زي. نعم جابر. برأيك ماذا ترتدي الغيوم الممطرة؟ لا أعرف، ما الذي ترتديه الغيوم الماطرة؟ ترتدي الرعد. انتظروا، عندي واحدة أخرى. حسنا، أخبروني ماذا يرتدي المطر؟ لا أعرف، ترى ما الذي يرتديه المطر يا جابر؟ يرتدي المطر. اضحكوا الآن. كان هذا مضحكا. مرحبا، أنا زيد المتوقع الجوي وعندي تقرير الطقس. سنحظى اليوم بأغرب طقس على الإطلاق. لنلقي نظرة على خريطة الطقس. حسنا، سنجمع أولا كثيرا من الثلج. أنا عاصفة ثلج.
الثلجية. ارتدوا الكنزات والمعاطف. ثم لدينا ريح عاصفة. ويو، أنا الريح العاصفة، احترسوا. وأخيرا لا تحاولوا التخطيط لأي لعب في بيت الشجرة لأن هناك عاصفة رعدية ممطرة. رعد رعد رعد. مطر مطر مطر. رعد رعد. هذا طقس اليوم يا أصدقاء، ماطر. لا بأس يا رجل الطقس، لأن بعد المطر تأتي الشمس. ترى أنا الشمس، أرسل بأشعة الدافئة إليك. أشعة 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 أشعة. شكرا، أشعر بالراحة. كان معكم زيد مقدم أفضل تقرير على الإطلاق. أشعة أشعة. والآن ثلج 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 ثلج. ستغني. ريح 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 ريح. الآنسة سوزي. رعد رعد مطر. غناء جميلا. أشعة أشعة أشعة. هيا غني. أشعة أشعة أشعة. شكرا شكرا شكرا. أتعلمون، هذا الصباح كانت هناك غيمة بيضاء كبيرة في السماء، ثم جاءت غيوم داكنة ممطرة. هذا يجعلني أتساءل، ماذا لو كانت هناك غيمة صغيرة بيضاء تحلم بأن تكون غيمة كبيرة ممطرة حتى تمطر فوق أنحاء العالم؟ ثلاث غيمات في السماء تطير في هناء، واحدة منها فكرت ثم قررت، قالت عندي حلم كبير هو أن أصير غيمة كبيرة تهطل تعطي مطرا وفير مطرا وفير. ذهبت الغيمة الصغيرة كي تجمع البخار، هذا ما تحتاجه الغيوم لتعطي الأمطار. قالت عندي حلم كبير هو أن أصير غيمة كبيرة تهطل تعطي مطرا وفير. كبرت الغيمة فصارت بحجم أربع وهات، وبعدها أعطت الأمطار لكل البلاد. ما ثم هطل المطر في الأنحاء يروي الأرض والنبات، روى الطير والنحل والشجر وكل المخلوقات. قالت عندي حلم هو أن أرى قوس قزح الجميل ينير السماء والثرى. ينير السماء. أنا غيمة ماطرة أمطر فوق النبات والأزهار. أنا غيمة ماطرة أمطر حتى تشرب كل الحيوانات. شكرا أيتها الغيوم الممطرة، مطركم مفيد ونافع. هيا تعالوا لننظر خارجا ونرى إن كان في استطاعتنا توقع كيف سيكون الطقس اليوم. حسنا حسنا. هيا. أرى غيوما بيضاء لطيفة. هذا يعني توقف المطر. أتوقع أن الطقس سيكون مشمسا بقية اليوم. وأنا أيضا. وأنا كذلك. هذا رائع. حسنا يا خبراء المطر، لنعد إلى البيت. هيا. هيا. هيا جميلة، هذا يعني أنه يمكننا اللعب في بيت الشجرة اليوم. رائع. هو زيد. مرحبا جدتي. وهي جميلة. مرحبا. مرحبا، لننطلق الآن. لا 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 لا. أحب الركوب في السيارة. حسنا يا أطفال، ماذا تعلمتما اليوم؟ تعلمنا أشياء كثيرة وقلقنا من استمرار هطول المطر، ولكن الطقس مشمس الآن. نعم، وتعلمنا أن المطر مفيد ونحتاج إليه كثيرا. أوه أحسنت يا زيد، المطر مهم جدا. أوه أذكر عندما كنت صغيرة كنت أمضي بعض الوقت في مزرعة عمتي. يعتمد الناس الذين يعيشون في المزارع على المطر كثيرا، إنه يجعل المحاصيل تنمو.
أوه نعم، المطر مهم جداً ولا نستطيع العيش من دونه. لم تكن المياه تصل إلى المطبخ، كان عليهم إخراجها من البئر أو تجميع مياه المطر في برميل. أوه، برميل كبير جداً، يمكن تخزين كثيراً من الماء فيه، وهذا الماء المجمع يحول إلى المطبخ بواسطة الأنابيب. أتعلمون؟ كنا نشرب ماء البرميل، كان طعمه لذيذاً. أعلم أن المطر مهم جداً، لكنني سعيد لأنه توقف الآن. هكذا يمكننا اللعب معاً في بيت الشجرة. أنا متحمسة ولا أستطيع الانتظار حتى نصل إلى هناك. لم أصعد أبداً إلى بيت الشجرة يا زيد. جدتي، ما رأيك في الصعود إلى بيت الشجرة واللعب معنا؟ أحب ذلك، هذا رائع حقاً. إذن سنلعب أنا وجدتي وجميلة. اليوم تعلمت شيئاً مفيداً جداً، فهمت كل شيء عنه، إنه المطر. خبير المطر وسلام. نعم. لا. أهلا بكما في بيت الشجرة. أحضرت العصير للجميع. شكرا يا تفضلي. زيد، هذا أفضل موعد للعب. تفضلي. شكرا. العفو. انظروا إلى هذه الإطلالة، تبدو الغيوم جميلة جدا اليوم. هذه تبدو ككرة القدم. هذه تبدو مثل دمية الديناصور المحشوة. تبدو هذه كأيل يضع قبعة على رأسه ويأكل مثلجات بطعم الفاكهة. حقا؟ بالتأكيد، إذا تمعنتما وأملتما رأسيكما قليلا وأغلقتما العين اليسرى ثم العين اليمنى ثم وقفتما على رجل واحدة، اقفزا وصحا كالديك. مهلا جدتي، أنت تمزحين. خدعتكما. جدتي رائعة. كان اليوم رائعا جدا، تعلمت أشياء كثيرة عن الغيوم، فهي ليست مصنوعة من القطن أو زغب الهندباء أو غزل البنات، لا، إنها تتكون من الماء، وإذا كان فيها ماء كثير فإنها ستمطر علينا. لذا أظن أن المطر شيء مفيد، لكن أتمنى أن يكون عندي اختراع يمكنني من إقامة الحفلات في الخارج في أي وقت حتى بوجود المطر. حسناً، وجدتها. إليكم فكرة ذكية لامعة مضيئة وكبيرة. أنا سأخترع المظلة العجيبة. عندما يهطل المطر أفتح المظلة العجيبة بأي قياس أريده. يمكنني أن أفتحها فوق الحي بأكمله. سأدعو أصدقائي إلى نزهة ولن يبتل أحد، حتى ونحن خارج البيت. وإليكم ما هو أروع، كل المطر الذي يهطل على المظلة سيتجمع في براميل كبيرة مثل البراميل التي أخبرتني عنها جدتي، وينتقل الماء الذي جمع في البراميل بالأنابيب إلى بركة سباحة كبيرة من ماء المطر، وسنسبح فيها جميعا. سيكون هذا رائعا، سنقوم بنزهة وحفلة في بركة السباحة والمطر يهطل. كانت هذه الفكرة الذكية اللامعة والكبيرة. جيد، رائع، إنها تمطر مرة أخرى. أهطل أيها المطر، أهطل. يؤمن المطر الماء للنبات والحيوان وكل شيء. المطر رائع. هاي، عندما تمطر مرة أخرى أطلب من أحد الكبار اصطحابكم لاستكشاف المطر في الخارج. هذا ما أحب عمله لأنني زايد فتى العلوم. تذكروا، لا تتوقفوا عن طرح الأسئلة. إلى اللقاء أيها العلماء. يهطل المطر بغزارة. ابحث، ابحث، اكتشف. مرحبا، أنا أفحص وأبحث وأكتشف، وأنتم ماذا عنكم؟ الفحص هو تدقيق النظر في أمر ما. البحث هي دراسة الأشياء من حولنا. الاكتشاف هو الفحص والبحث ومعرفة الأشياء الجديدة. أيها العلماء، سنقدم لكم كثيرا من المعلومات، وسأتعلم مع أصدقائي كيف نستخدم الأدوات العلمية ونحافظ على صحتنا. انتظروني في زايد والعلوم. عائلة خرف